السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. لدينا مجموعة من المقاطع مشاهدينا الكرام التي تم تداولها بشأن العراق في مواقع التواصل الاجتماعي. في القضية الأولى لدينا: شكى مواطن عراقي من تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلى شارع الجزائر في محافظة البصرة لإخماد حريق بناية شركة المكارم، بالإضافة إلى انتقاده بطء سير العمل بالنسبة لنقص المعدات اللازمة في التعامل مع هكذا حرائق فيما يتعلق بدور الدفاع المدني في إخماد هذه الحرائق وغيرها. طبعا دعونا نشاهد. حريق الجزائر تاريخ 4/6/2022، هذه السيارة احترقت. شوف أدوات الإطفاء، شوف الإطفاء ما يوصل مالتهم. عن الحريق صار أكثر من ساعة وعازين الدفاع المدني عن إطفاء الحريق، وانتقلت الحرائق للبنايه الثانيه، وهاي كلها شركات حوالات، كلها شركه حوالات، شركات صيرفه. دائرة الدفاع المدني عاجزه عن اطفاء الحريق، تاريخ 4/6/2022. هاي دوارنا كلها مؤسسات فاشله، خلل بالمنظومه، خلل بالمنظومة الإدارية. يعني صار أكثر من ساعة، صار أكثر من ساعة في الزمان. هاي عندهم سيارة واحدة وساعة يلا إجت، وساعة يلا يشغلونها. مشاهدينا الكرام، نتيجة لهذا التقاعس والإهمال والضعف في الأداء، علق مواطن عراقي داخل بناية المكارم المحترقة خلال احتراقها، وصرخ واستنجد لإنقاذه لكن دون جدوى. هذا الحريق الذي تشاهدونه الآن والذي سنكمل عرض لقطات أخرى له، تسبب بوفاة شخص وإصابة اثنين بعد أن حاصرتهم النيران نتيجة احتراق البناية، كما قلنا، في حي الجزائر وسط محافظة البصرة. دعونا نتابع هذا المقطع. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق لدينا من زين العابدين يقول: صراحة عمل متلكئ جدا، أما بخصوص عمل اليوم على الرغم من قرب دائرة الإطفاء عن موقع الحادث، لكن وصولهم متأخر. على الجهات المعنية أن يتم العمل على توزيع سيارات الإطفاء في كل منطقة من مناطق البصرة. نتابع تعليق من أحمد يقول: جهد بشري موجود، ناس مثابرين المنتسبين، لكن قلة معدات وقلة إمكانيات. تدري أجلكم الله، حتى جزماتهم محترقة ويستخدموها نفسها لأن ما عندهم بس إطفاء الموانئ والنفط، تجهيزات كاملة، ويطفون بمادة الفوم مو بالماء. المفروض يعيدون نظام أنابيب مياه الإطفاء بالشوارع الرئيسة مع مراعاة منع تغليف المباني بمادة الكوبون. تعليق من حيدر الأسدي يقول: حاله حال كل القطاعات بهذا البلد، ماكو أي شيء صحيح ولا أكو شيء مفرح، بلد متهالك من جميع النواحي. ومن جهة أخرى المواطن يدري كلش زين العراق ما بي جانب تعتمد عليه، على أقل خلي منظومة حريق لهيجي بناية متعددة الطوابق. نسيتوا مطعم دندنة ومعارض السيارات اللي بصفة همين، السبب عدم وجود منظومة حريق، والمستشفيات في
بغداد وفي الناصرية وغيرها. علي العفراوي يقول: على الدولة استيراد آليات إطفاء ذات منظومات إطفاء حديثة لتلافي هكذا حرائق، لأن الآليات الموجودة من النوع الكلاسيكي القديم لا تفي بالغرض. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لنعرض لحضراتكم موضوع آخر لدينا، وهي كارثة أيضا من كوارث العراق. ولأن العراق بلا قانون وفق التصنيفات الدولية، فإنه من الطبيعي أن يتم استغلال السلطة وسرقة حقوق الشعب دون حساب أو عقاب، وهذا ما حدث مع الدكتور سلمان عبد الله السامرائي، هو أخصائي الأطفال والباطنية. صادرت جهات متنفذة شقته في مجمع الصالحية ببغداد وأجبروه على النوم في الشارع على الرصيف، لأن القانون مع القوي وليس مع الحق في العراق. لنشاهد. احنا في مجمع الصالحية، في مجمع الصالحية بالعمارات الحمر، أنا أخوكم الإعلامي نمير علي الحسون. طبعا رصدنا حالة إنسانية صعبة جدا يمر بها أحد القامات العراقية، وهو الدكتور سلمان عبد الله السامرائي. هذا الرجال أكو إجراء قانوني أو غير قانوني من نعرف أنه شقته تم مصادرتها وما عنده أحد من أفراد عائلته، كان ساكن وحده، وبالتالي حاليا هذا وضعه ونايم على الرصيف. وهم أهل الخير الموجودين هنا بالمجمع الإخوان يحاولون دائما يراعون ظروفه ويوفروا له الأكل والمشرب، لكن موضوع السكن يعني صعب على كل واحد يقدر يوفر له سكن. هذا الرجل دكتور أخصائي أطفال ساكن مجمع الصالحية، وحاليا بعد ما طلعوه من شقته هذا وضعه على الرصيف. دكتور أنت شنو اختصاصك؟ باطنية وأطفال. وين شقتك؟ أخذوها. ليش أخذوها؟ ما تعرف. الإخوان هنا بالمجمع بيا شقة كان ساكن وين يا طابق؟ عمارة 55، طابق الثاني شقة 2. يعني تعرفوه سابقا. اي نعم. لنتابع مشاهدينا التعليقات سريعا قبل الانتقال لاستقبال الاتصالات، ونود من حضراتكم أيضا لمن يشاهد أن يشارك لإبداء رأيه بشأن هذا الموضوع. سميرة تقول: هذا المفروض توفر للدولة سكن، إذا ما يملك سكن خاص به مو يأخذون شقته، وبالخارج تعين له الدولة شخص يقوم بالاعتناء به، وإذا هو طبيب وعنده خدمة بالدولة المفروض عنده راتب تقاعد، أين أوراقه الرسمية، هويته المدنية، النقابية، سند الملكية للشقة، وأين راتب التقاعد؟ تعليق لدينا من نور تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، المن باقي بالعراق دكتور ومشرد، هاي الما يشيلها العقل، شال فقير شلون؟ اطلع لدولة تقدر شهادتك ومهنتك، شا هذا مشرد وسياسي الصدفة، المزورين يحكمون العراق ونهبوا أمواله، هاي من بركاتهم، دكاترة مشردين بلا مأوى، خلي تشوف نقابة الأطباء، هذا ما محسوب عليكم؟ تعليق من إلهام تقول: هذا مصير دكتور في بلاد الحضارات، أين الدولة؟ أين نقابة الأطباء؟ آخر تعليق من علي يقول: لا عجب، فأنت في دولة يحكمها لصوص وقتلة. مشاهدينا معنا اتصال أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا لا عجب من ميليشيات تحكم العراق، هي هاي دولة الحسين عمي، هم يصعدون على المنابر يقول هذا حكم الشيعي، من يطلعون مظاهرات الناس الثوار يقومون معممين يقولون احنا ما نسمح لكم تطلعون مظاهرات، هذا حكم الشيعي. عمي حكم الشيعي تطلعون الناس من بيوتهم؟ هذا حكم الشيعي؟ يعني أبو تدري شنو؟ أبو علي بس خلينا نحط نقطة راس سطر، تكون انه من يحكمون العراق ليسوا من طائفة واحدة فقط، هناك تعدد طوائف وتعدد أديان ومذاهب، هم اللي شكلوا هذه الحكومات واللي دي يحكمون. اليوم نشوف أن احنا لما نتكلم وننتقد نقول أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية السياسيين اللي يدعون تمثيلهم ما ينتبهون ولا يلتفتون إلى وضع هذه المحافظات، كذلك الحال بالنسبة للمحافظات الغربية، المحافظات اللي أهلها بعدهم مشردين، بعدهم بلا مأوى. إذن احنا نتكلم بشكل عام حتى لا يشخص الموضوع بشكل طائفي لو سمحت.
أنا ما شخصه بشكل طائفي. مو حضرتك، مو حضرتك، من يتابع؟ هم يصعدون على من أنا أعرفه شتمه جعفر الإبراهيمي شخصياً. أعرفه شخصياً. يقول أبو علي أرجوك أرجوك هذا حكم الشيعي، لا تهدون هذا الحكم. الحكم قوة استلمناه إحنا. زين هذا حكمكم أخي؟ يعني أخي 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 محمد الله يخليك، خلينا نكون واقعيين. الآن من يتحكم بالعراق؟ أحزاب السلطة، أحزاب السلطة بكل أشكالها وأطيافها وانتماءاتها، أحزاب السلطة. بس أنا عندي سؤال يا أبو علي، هسه حتى نطلع من إطار أن أنتوا أو المتصلين يهاجمون طائفة معينة ويحاولون، مثل هادي العامري يقول لك أعداء الحسين هم اللي ما خلونا نبني. فأنا السؤال، هل المشكلة بمشكلة الطائفة التي تحكم أم بمشكلة من الذي يحكم، عقلية الحاكم؟ اليوم احنا اللي عندنا بالعراق باختلاف انتماءاتهم الدينية او المذهبية او القومية، لكن ما الذي قدموه للشعب العراقي حتى يقول يابا شكرا لما قدمتوه؟ اليوم الناس لما نشوف المشردين ونشوف هذا الفشل بموضوع الحرائق والاطفاء، ونشوف فشل ايضا بادارة الدولة وخلت ناس يطردون طبيب من بيته بلا قانون، شلون الدولة دا تسير؟ هو الموضوع مرتبط بمذهب ام مرتبط بعقلية من يحكم؟ عقلية يحكم أخي، هم جاي يحكمون بهاي العقلية، جاي يحكمون بالقتل بالعنف، السلاح كله بيديهم، عمي المال بيديهم. صوت الشعب العراقي أخي، ليش أنت ساكت لهم ما جاي أفتهم؟ يعني تصور أنا أمس سمعت سالفة، والله والله طيرت عقلي من راسي. يعني يطلعون عاهرات حش السامع راقصات من السجون، ها يودوهم إلى الملاهي والمراقص، ها تابعين التيار الصدري او تابعين المجلس الاعلى، ويرجعوهم نص الليل انا ودي ياخذون منهم اتاوات، يعني اكو شيء ما اعرف ما اعرف. طيب. اكو شيء بالعالم عمي؟ ما اكو شيء بالعالم. سيد ابو علي من لندن، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويانا ابو احمد من الرمادي. سيد ابو احمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخي العزيز بارك الله بكم على الحلقة اليوم، طبعا جدا مهمة الحلقة اللي أنا مقطع شفته اليوم قبل يعني اللي تعرضون برنامج الحرب. والله يا أخي الموضوع يندال الجبين، يعني صراحة يعني شيء مرعب. والله أنا قلت احتمال دا أتابع المقطع ودا أشوف المقطع للتالي، قلت احتمال هذا هيك شيء مو صحيح. فمن فر يعني دار الكاميرا على الشباب اللي واقفين وسألهم والشخص الثالث قال لهم دكتور، قال له دكتور باطنية وأطفال. والله قشعر بدني، يعني الله أكبر، يعني هيك بلد يحكمونه ناس، يعني بلد تحكم سلطة ميليشيات، سلطة ميليشيات تطرد الناس من بيوتها وآمنة، وخاصة دكتور. طبعا هم أصلا جايين لهذا الأمر. أخوي العزيز، احنا بالعراق نفتقر إلى الدولة، الآن احنا في لا دولة. يعني انت مقومات الدولة ما موجودة، لأنه لا أمن لا استقرار لا عيش كريم لا عفوا يعني لا حماية للعقول هاي. أبو أحمد، ليش البعض يستغرب من هجرة الأطباء، ويستغرب أنه اليوم عندنا 6000 طبيب عراقي في بريطانيا؟ أكو أحد البروفيسورية جراح سئل أنه ليش ما ترجع للعراق تخدم بلدك، قال أرجع على مود شنو؟ على مود يموت تحت إيدي مريض جايني خلصان منتهي، يجون أهله دقة عشائرية وما كل يحميني، لو أروح حتى يصير وضعي مثل وضع هذا الطبيب ينام على الرصيف لأنه ماكو قانون حافظ له على حقه. اليوم المستشفيات، كثير من المستشفيات الحكومية بلا كوادر طبية، وإن وجد الكادر فلا يوجد الجهاز اللي يعالج. ليش ما يهاجر الطبيب لعد؟ ليش ما يترك بلده ويبحث عن فرصة أفضل في بلد آخر؟ والعزيز اللي يحكون هيك دول ناس ما عايشين برفاهية، ما يعرفون إنه يعني مو ما يعرفون، لكن يعرفون لكن يغضون النظر. أخوي الأول البارحة شفت مقطع من مستشفى الفلوجة التعليمي. يعني يعني بوقت متأخر دخلوا مريض ما لقوا الطبيب الخفر ما موجود. زين إحنا يعني هاي يقولون الفلوجة الآمنة. إحنا نرجع لموضوع الطبيب اللي موجود. طبعًا يهاجرون يا أخي منا، إذا هو موجود طبيب إذا بقى
على قولتك انه الدقه العشائريه ما يخلص معه لا سمح الله هو قدر يعني المريض يعني اما يشفى اما يموت يعني هذا نعرفه اذا كانت اموره شويه ثقيله. والامر الثاني انه ماكو حمايه له انت تعرف من دخله هاي الحكومه القذره الميليشيات اللي تعتمر بامر من ايران، ايران هي قتلت العلماء قتلت المشايخ قتلت الامه وخطباء قتلت الكوادر الطبيه ما خلت علماء. طبعا وجه سؤال مهم من قبل الأخوة المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي لنقابة الأطباء، يعني هاي النقابات الموجودة نقابة المحامين والأطباء والصحفيين اللي تشوف من ينتمون لهم من ينتمون لهذه النقابات من يمثلون هذه النقابات يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات مستمرة، حقوقهم مسلوبة وما كل يدافع عنهم، لعد شنو دور هذه النقابات إذا هي تعجز عن حماية من ينتمون لها أو من يمثلونها؟ أخي دولة مجرد تشكيلة يعني مجرد يعني شلون ما نقول واجهة يعني لأنه تجي لجان خارجية أو لجان داخل مجرد اسم يعني اسم يعني بس مجرد اسم هؤلاء بس يعني مجرد يستلمون راتب يعني بس مجرد يستلمون راتب لاكو حماية للأطباء يعني شفتك إياها لاكو حماية يعني أنت دا أشوف أكو أكثر مرات يصير حالات اعتداء على معلمين او مدرسين او دكاتره في الجامعات اللي ابوه ضابط او اللي ابوه مثلا مجلس نواب او اللي اخوه عمه مجلس النواب فانت دا تشوف حاليا ماكو حمايه دوله ما موجوده. شكرا نعم وصلت الفكره اشكرك ابو احمد من الرمادي شكرا جزيلا لحضرتك ويانا سيد احمد من مصر تفضل يا احمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله. بحييك وبحيي قدر القناه وقناه الرافدين والساده المشاهدين الله الكرام. اهلا وسهلا. بالنسبه لما يسمى زعيم حزب الحكمه عمار الحكيم ازاي انت راجل بتخطب على المنابر وتقول سيدنا الحسين وسيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وانت راجل حرامي بتسرق بيت وزير خارجيه العراق السيد طارق عزيز المرحوم طارق عزيز ازاي انت راجل بتخطف وتقول قال الله وقال الرسول سيدنا الحسين والتالي عادل العمري ما يسمى حزب الفتح بتاع الفتح بتاع اللي كان بحارب ضد العراق في حرب الثمانينات وكم قتل من الشباب العراقي في حرب الثمانينات كم عدد الاشخاص الذين قتلهم هادي العامري وازاي يحكم هذه البلد العراق العريض دي واحد كان المفروض دي دوله لو دوله لا قانون ولا سياده تحكمه كخاين رجل خاين. طيب اليوم لماذا يا سيد احمد لا يحاسب او يحاكم هادي العامري ونور المالكي وكل من قتل ابناء العراق وشارك في قتل ابناء بلده مع ايران وغير ايران لماذا لا يحاكمون بتهمه الخيانه العظمى برايك؟ لا ماشي لان امريكا ما دخلت العراق عشان خلي الشعب العراقي يسمع زين الناس الشعب بالذات في جنوب العراق يسمعون زين لانهم بيضحكوا عليهم بكشمرون باللغه العراقيه يعني هم بكشمرون باللغه عشان يفهموا كلام انا بفهم اللغه العراقيه لان الشعب العراقي من 2003 منذ سقوط النظام الوطني السابق لان انا متابع وعارف ايه اللي بيحصل انا راجل مواطن مصري بس عارف ايه اللي بيحصل في العراق لان متابع مش شرط ان انا ما سافرتش العراق بس متابع الشان اللي بيحصل في البلد فليه امريكا لما دخلت البلد فككت الجيش بالامر ما دخل البلد وانت عارف بالكلام فكك الجيش سيد احمد حاكموا البلد. نعم انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد احمد من مصر للمشاركة يعني طرح نقطة مهمة للغاية أنه هؤلاء الذين يحكمون العراق ويدعون الوطنية ألم يقوموا بالتخابر مع إيران ولا يزالون طبعا ألم يقوموا بالقتال مع إيران ويستهدفون أبناء بلدهم في الثمانينات بغض النظر ما الحجة ما العذر لا يوجد مبرر يسمح لشخص أن يقتل أبناء بلده ويدعي الوطنية ويدعي المحافظة على أبناء البلد قتل الشيعي والسني والكردي والمسيحي ولم يفرق قتل الجميع فكيف بهذا الذي قتل أبناء العراق لا يزال يحكم ويدعي الوطنية ويشارك بالعمل السياسي ولديه ميليشيات ولا يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. ويانا السيد رعد من أربيل تفضل يا رعد. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. أخباركم وشلون سعدت قناتكم الطيبة.
الله يسلمك رعد، تفضل. أنا يعني أحكي لك معاناتي اللي واجهها من الناس. أنا عندي إصابة بظهر. نعم. أنا عندي راتب المرحلة تقبلت من القوة الأمريكية أول ما دخلت القوة الأمريكية كانت ثاني فضربوني. تقدمت أكثر من 3 فايلات أو 4 أنا يفهم ماكو أي راتب يقول له يقول له هذا السياق هذا. بس لحظة سيد رعد أنا مدى أسمع حضرتك بشكل واضح. أنت تعرضت إلى إصابة بسبب إطلاق القوات الأمريكية الرصاص عليك، تمام؟ وعندي تقارير. نعم تقارير. طيب قال متوسطة المتوسطة توني كان عمر صغير ضربت القوات الأمريكية. نعم. ايه فترى الذي جرى عندي ظهري يعني اصابه بلاتين ظهري. ما حصلت على علاج في العراق؟ ما الحكومة ما وفرت لك علاج؟ ما وجدت اي علاج، لا رعاية ولا ضحايا ارهاب ولا هذه. حطيت محامي وخسرت هوام الله لحد الان ما في اي جدول. نعم. ليش برأيك الحكومة ما خاصة ان اليوم اللي يحكمون رافعين شعار كلا كلا امريكا امريكا الشر والارهاب، ليش ما ينظرون الى حالتك وانت واحد من ضحايا الاحتلال؟ ثم يا استاذ احمد يعني اين الحكومه؟ يعني اين الحكومه؟ اين الجهات المعنيه؟ انا الداخل قلت والله قدام هذا قلت لا اكو الناس ولا اكو احنا مواطن كمواطن عراقي ليش؟ تعرضت من قبل القوات الامريكيه الى اطلاق النار واحنا كنا طالب مدرسه اني هسه انا يعني بلاتين عندي ظهري في بلاتين ما اقدر اشتغل ما اربع عمليات والله العظيم. نعم سيد رعد انا اشكر حضرتك للمشاركه وان شاء الله صوتك وصل وكان الله بعونك على ما ابتلاك به. وطبعا هاي نتائج الاحتلال، قتل لابناء العراق وحالات عوق كثيره بسبب الاحتلال، البطش والجرائم التي ارتكبت والتي لم تجد من هؤلاء الذين يدعون المقاومه اليوم اي رد فعل. ابناء العراق ضحايا الاحتلال وذويهم لغاية اليوم، ماكو حكومة تنصفهم، ماكو من ينصفهم في هذا البلد، وذولا اللي يدعون مقاومة الاحتلال وكلا كلا أمريكا الشر ليشوفون ويسمعون هذه الأصوات وهذه الحالات بأعينهم وبأذانهم لكن لا يتحركون لأنهم منشغلين بغير أمور. ويانا حسين من كربلاء، تفضل يا حسين. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي كل هذه هي المشاكل اللي تحصل بالعراق من قبل المجاميع الإرهابية الموالية للأحزاب والتابعة إلى إيران. نعم. يعني بالأمس هناك العثور على طائرة يعني والتي ألقت عليها القوات الأمنية في مدينة العمارة. أي. يعني هؤلاء ماضين بنشر المخدرات وبشكل كبير تماما. يعني وما زاد يعتدون على الاطباء وعلى الصيادله وعلى ولا ان يعني يخلوا شيئا بالعراق الا ما يكون اما يسرقوه اما لا يعتدوها عليه. هذه مجانب كانت المواليه للاحتلال الغاشم اللي نصبها الاحتلال الغاشم المواليه للاحزاب والتابعه الى ايران كلهم مجاميع. سيد حسين انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. قبل ان ناخذ ابو مروه من كربلاء بس ارغب ان اعرض لحضراتكم مقطع اخر ضمن هذه الفقره مشاهدينا الكرام. الموضوع مرتبط بالكهرباء. مواطن عراقي يشكو الوضع المأساوي الذي يعاني منه العراق منذ عام 2003 فيما يتعلق بملف الكهرباء ويستغرب التقاعس الحكومي عن ايجاد الحلول لمعالجه الازمه. لنستمع. ناشدكم اليوم باسم الإنسانية نطالبكم بوضع محطات توليد بالعراق وتشتغلون على محطات التوليد. يعني اليوم احنا صار لنا من 2003 ولا يزال احنا نعاني من مسألة الكهرباء. النقطة الثانية تريليونات تطلع من العراق لصرفيات الكهرباء، يعني انت بكون بدها تودي تريليونات تنطيهن للدول الجوار وتشترين الكهرباء. يا اخي انصب محطات توليد، يعني احنا ما مجبورين، احنا بلد عندنا صحراء ضاله
انصب عاكسات توليد كهرباء، انصب اجيب شركات يابانيه شركات صينيه وتوكل على الله من البيت. احنا نظل قال المولد يوميه صاع السعر المولد وابو المولد مشلوع قلبه، واصلا المولدات يعني حتى مخربات شكل البلد، وين ما تروح الكابينات وبالشوارع وبالمنتزهات وهالسيان وهال. يا اخي انا احنا انت ما مجبور. مشاهدينا تعليقات سريعا اللي جاءت بشان هذا المقطع. ضياء يقول: لماذا العراق بلا كهرباء؟ يتساءل أغلب العراقيين اليوم باتوا متأكدين أن مسألة انعدام الكهرباء في العراق ليست مسألة فساد وسرقة أموال وتخريب وسوء إدارة فحسب، بل هو قرار سياسي لدول تتحكم بسياسة الدولة العراقية خلال السنوات الماضية من خلال أحزاب وكتل سياسية عميلة. تعليق من محمد يقول: هو إحنا عندنا دولة حتى تشتغل كل هذا الشغل؟ مجموعة عصابات منفلتة أخذت الحكم. تعليق من أبو محمد يقول: الكهرباء مشكلة بالعراق، البلد الوحيد في العالم يشكو من الكهرباء. هكذا يرى أبو محمد. عندنا تعليق من أبو أحمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم من هاي الحكومة. ويانا أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. السيد أبو مروة من كربلاء. أبو مروة. طيب أبو سمية منين؟ أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي الكريم، آفة الفساد. نعم. لأن نهاية الفساد تعني نهاية الاستفادة من الأموال ونهاية السرقات ونهاية المشاريع. نعم. إن هذه الثلة التي تسلطت على هذا البلد يبدو أنها لا تريد أن تنهي مشكلة الفساد لا نهاية، ولا ندري متى نهايتها حتى تنتهي هذه الحكومة الفاسدة. أما أن تسمع بطبيب عراقي ينام في أماكن مبتذلة وأنته متسول، يا أخي الكريم، هذه الحكومة وهذا البلد للأسف أصبح مقبرة للكفاءات. نعم. بلدنا في حقيقته منجم للكفاءات، لكن هذه الحكومة بسياستها جعلت هذا البلد مقبرة للكفاءة. نعم. لدينا كفاءات ومواهب، لكن أهل الفساد لا يحبون المواهب ولا يحبون الكفاءات. كيف سيبنون دولة؟ هم يحملون شعار بناء الدولة، نور المالكي يريد يبني الدولة، يقول لك احنا مو هدفنا تخريبها، هدفنا بنائها، إعادة إعمارها. هو والحكيم والعامري والصدر وكل هؤلاء والحلبوسي طبعا وذول الموجودين، كل هؤلاء الذين يحكمون العراق اليوم يقولون نحن جئنا لبناء دولة. طيب كيف ستبنى الدولة بلا كفاءات؟ بطلبة لا يفهمون ما يقرؤون، بأجيال مفككة مشتتة، بمخدرات دمرت نص شباب العراق، شلون حيبنون الدولة ذولا؟ سيد الكريم، الكلام ليس عليه ضريبة. يتكلم من شاء ما يشاء بأي وقت شاء. نعم. سيد الكريم، هؤلاء مارات والمصانع والقدرة فقط. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم لا مستقبل لهم داخل العراق، لأن البلد لفظهم، لأن البلد على المستقبل لن يسمح لهم بأن يعيشوا بينهم، لذلك هم لن يبنوا بلدا ولا يبنوا دولة ولا يشجعوا الكفاءات. أخي الكريم، اذهب إلى الكفاءات العراقية التي تذهب في بلاد أوروبا وفي غيرها. نعم. انظر إلى يلونها بمهندس عراقي يكرم في بلد بريطانيا ويحوز على أعلى درجات التكريم والشرف. لماذا؟ لأنهم ثلة، لذلك هم يشجعون الكفاءات. أما الكفاءات في العراق في الخواء، وأصبحت البيئة التي في العراق ولا مستقبل لها. شكرا أبو سمية، شكرا جزيلا. أبو مروة من كربلاء يعاود الاتصال، تفضل يا أبو مروة. شكرا أخي العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يخليك. أخي، إحنا يومية دا نسمع أخبار عن الأطباء، ومع الأسف
الاعتداء عليهم. نعم. يعني هاي الأخبار نتأسف عليها. هذول الأطباء المحترمين اللي صرفوا وتعبوا ووصلوا لهاي المرحلة، وإذا يجي شخص يعتدي عليهم أصبحوا اليوم الأطباء ضحية النظام الفاشل. السبب يعود إلى المنظومة الصحية الفاشلة. يوم المواطن العراقي أصبح بعد ما يثق بهذه المنظومة الصحية بقضها وقضيضها بكل وزرائها. فاليوم عندما يجي المريض ويتوفى على إيد أحد الأطباء، أهل المريض يصورون أنه سبب هو الطبيب. الأطباء ما لهم علاقة. طيب أنا بس أريد أخذك شوية على جانب الموضوع الأساسي بحلقتنا سيد أبو مروة. المقطع اللي عرضناه قبل شوية هو في اعتداء على الطبيب، ولكن ليس بالاعتداء الجسدي. الموضوع صار بأنه طبيب باطنية وأطفال في مجمع الصالحية في بغداد عنده شقة في إحدى العمارات في هذا المجمع، جت جهة متنفذة سيطرت على شقته وطردته بالشارع، صار لأكثر من شهرين دينام على الرصيف. يعني شلون نقول أكو هذا البلد بيه قانون ويتم سرقة حقوق الناس، سلب شقة هذا الطبيب ورميه بالشارع والدولة ما تباوع عليه، الدولة ما اتخذت أي إجراء ترجع له حقه، والناس يشهدون أنه هذا الطبيب ساكن في هذه الشقة ويملك هذه الشقة، ومو اليوم البارحة، صار سنوات. شلون تشوف هاي الحالة؟ هي هاي الحالات عزيز، هاي الحالات اللي نشوفها. هذا الطبيب هذا يجي يوم ما يظل بالعراق، يظل لأنه نشوه من هاي الحالة. من اللي يحميه؟ مو بس ضباط، ضباط عليهم العتب يقومون بواجبهم، وإذا يروح الفاجعة يقول له ما لنا شغل بيك، انت روح لها عشائريا. هذا الوضع من اللي يحميه له أخي العزيز. فعليه المسؤولين بالواجب كلهم قاموا يتحرون من واجباتهم. أصبح المواطن ضحية والطبيب ضحية والضابط ضحية، والدولة ما بيها، كلها فشل أخي، كلها خلي يسمعون التسفين. خلي يسمعون، أنا مواطن من محافظة كربلاء، يا أنا فشلت من خلال التسفة المرة اللي عشناها. هذا فشل. أنا من أقولكم فشلت، وأنا مواطن ما عندي عداوة يا حد. لا شوفنا كله خاطئ، ما يصير. مستشفيات من أرقى المستشفيات في المنطقة في الشرق الأوسط كانت. التعليم من أرقى التعليم كان. وين وصلتونا؟ ليش مو حرام تكتبون؟ شكرا سيد أبو مروة من كربلاء، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، أنت تقول اعتدون على موظف دولة. لا، مو اعتداء على موظف دولة. لا بس لحظة، لا عفوا، أنت يمكن فهمت غلط. هناك حالة، أنت إذا تقصد موضوع الطبيب لو موضوع ثاني عندك. أبو عبد الله طلعوه من الشقة مالته. أي، هذا طبيب سيطرت جهات متنفذة على شقته واستحوذت عليها وطردته. متنفذة شنو؟ عصابات هي غير؟ نفس الشيء بغض النظر، هو هذا نعم، هو هذا اسلوب عصابات، والا حتى لو كان وزير اللي اجى سيطر هو حيتعامل باسلوب عصابات. يعني قبل 2003 قبل 2003 نعم، قبل 2003 كان القانون ماشي، وقف دام احسن. نعم. ان يتجاوز على اي موظف، على عامل خدمه نعم، ينحكم من 6 أشهر الى 7 سنين. ان يضرب طلقه ناريه بالهواء ينحكم 6 أشهر، يتغرم 1,000,000 دينار. واحنا ما شاء الله بالجنوب يصير جبهه، يعني هاي هسه عصير بالجنوب. ليش ما صار هذا الرمي هسه اللي يصير؟ خلينا نقول الدقات العشائريه، ليش ما صار ضد الامريكان؟ طيب، كلها لأمريكا. نعم صحيح. هسه بس أنا حتى لا نتوسع بالفكرة، أنا هسه حضرتك شاركت بخصوص موضوع الطبيب وغياب القانون. أنا سؤال هسه قبل شوية أبو مروة من كربلاء يقول أنه يعتب على القيادات الأمنية وعلى الضباط أنه ليش ما يقومون بواجبهم ويرجعون الحق لصاحبه. هو إذا كانت هذه الجهة التي سيطرت
جاءت بأمر قانوني ربما، وحتى لو بدون قانون جاءت وسيطرت على الشقة، تلاعبوا بالوثائق الرسمية، زوروا بملكية هذه الشقة أو غيرها من القضايا الأخرى التي حصل فيها تزوير بأوراق رسمية، بعد حتى لو يجي الضابط يطلعوا له الورقة المزورة وتمشي على أكبر قاضي وعلى أكبر محكمة. اليوم الموضوع مشكلة فساد مسيطر على كافة مفاصل الدولة، كيف يمكن ترجع الحقوق لأصحابها والدولة مخترقة، الدولة فاسدة، الدولة فاشلة، ما تعرف تدير الأمور؟ هاي يمي أنا صارت نفس الحالة. نعم. وانسلب حقي. شلون؟ أنا انسلب حقي. شلون؟ أنت تقول كفاءة. شلون انسلب حقك يا أبو عبد الله؟ احكي لنا. كفاءات بالسرقة مو بالتعمير. لأن هاد أقوم يطلع ويصير وزير أو يصير غيرها. يروح يرد القسم بإيران. يرد القسم بإيران في سبيل تدمير البلد العراق. نعم. بلد الرافدين. نعم. زين هو عم يحكي لي على قصيم. طلعوا برا العراق. صلي كل احترام وكل دور هنا. أشكرك يا أبو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا. احنا بدنا نتكلم ويا أبو عبد الله مشاهدينا الكرام على موضوع الفساد، ويجب أن نشاهد وجه من أوجه الفساد الموجودة في العراق. شوفوا هذا المقطع مشاهدينا الذي يعني يعكس حالة غريبة جدا، ويعكس مدى الفساد الذي سيطر على كافة دوائر الدولة العراقية بعد الاحتلال. لنشاهد الآن في هذا المقطع مشاهدينا، هذا الشخص هو معاون محافظ ذي قار، تمام، لشؤون المتابعة، اسمه عباس الجابري. هذا الشخص اللي هو معاون المحافظ يتأكد من المواطنين إذا كانوا قد دفعوا رشوة أم لا عن طريق إجبارهم على القسم على القرآن الكريم، لكي يتأكد أن المواطن دفع رشوة أم لا. هذا التصرف طبعا فيه دلالات كثيرة. أولا، هل هذه هي طريقة محاربة الفساد؟ ثم أيضا، هل من يدفع الرشوة سيقول أنا دفعت؟ ولدينا أيضا ضمن التساؤلات التي تطرح بشأن هذا الموضوع، أليس الأولى بدل أن يتم معاملة المواطن العراقي على أنه لص أو مجرم أن يحارب هذا المعاون ومحافظ ذي قار الفساد في دوائر المحافظة ودعمها بالتقنيات الحديثة من كاميرات مراقبة وموظفين شرفاء أمناء لكي يسير العمل بشكل صحيح؟ والأهم من ذلك، ألا يؤكد هذا المعاون بتصرفه هذا أن هناك رشاوة داخل المؤسسات التي يديرها؟ دعونا نشاهد. دافع رشوة على هذه المعاملة؟ احلف انه انت ما دافع رشوة. مخلص دراسة. دافع رشوة على هذه المعاملة؟ احلف انه انت ما دافع رشوة. احلف انه انت ما دافع رشوة. هكذا يقيس هل دفعت الرشوة او يثبت. طالب يقول: هذه آخر إبداعات المسؤولين، وأنت معاون محافظ معقولة لا تعلم أن موظفيك يتقاضون الرشوة أم لا؟ مع الأسف وصلت الأمور إلى هذا الحد، وهذا المسؤول لم يتخذ القرآن وسيلة إلا أنه يعرف تماما أن موظفيه غارقون بالرشوة. علي يقول: يحلف المواطن، حلف الموظفين اللي هم يأخذون رشوة، يلي تمشي المعاملة والاتفاقات تصير بالبيت مو بالدائرة، والله عيب وين وصلنا. تعليق من مصطفى يقول: الدافع رشوة ما يجي هنا ولا ينطيك المعاملة، منك الجماعة يمشوها. وهذه نقطة في غاية الأهمية، اللي يدفع رشوة ما راح يجي للمعاون يقسم على القرآن، اللي دفع رشوة مشت معاملته قبل لا يجيك، قبل لا يوصلك. ننتقل إلى تعليق آخر. زين يقول: يحلف المواطن بدل ما يسيطر على موظفيه، هذا مثال للفشل. هذه هي إدارة الدولة في العراق. تذكرون مثال يضرب ويعني نشبه هاي الحالة، تذكرون صفقة الأرز الفاسد الذي كشفه المواطنون العراقيون في الحصة التموينية والتي حدثت ضجة كبيرة عليه. الإدارة المسؤولة عن الموضوع في وزارة التجارة جابوا جدرية
وطبقوا بيها شوية تمن وضاقوا التمن بالخاشوقة وقاسوا هذا التمن متعفن أم لا، وطلعت النتيجة ما شاء الله ما متعفن. بهذه العقلية تدار الدولة العراقية. مشاهدينا دعونا ننتقل إلى فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى مقطعا مصورا لأولياء الأمور في محافظة بابل يطالبون بإقالة وزير التربية بسبب تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، لنشاهد. والله يا أخي يعني شريد نقول يعني هاي مسؤولية كلش كبيرة، بالذات هاي التعلق بمستقبل بلد. يعني طالب علم تعبان النهار كله والليل يقرأ في سبيل يجي يمتحن ويقول باب مغلقة، يا بليش الأسئلة مبيوقة. مسؤولية من هاي؟ مسؤولية الوزير، نحمل وزير التربية المسؤولية أولا وأخيرا. ثانيا اللجنة الوزارية اللي هي مسؤولة بالذات عن وضع الأسئلة بها أمانة سر، لازم هاي تتحاسب أمام القانون وحساب فوري. والله مو بس إقالة وزير التربية، إقالة وزير التربية أولا، واللجنة الامتحانية تقدم إلى التحقيق وإصدار أقصى العقوبات، ليس من التربية، من المحاكم. إصدار أحول الملف هذا إلى المحاكم، إلى القضاء. ليش؟ لأنه شنو أسئلة تباع؟ شنو أسئلة تطلع؟ من أنتم الذين تحطون الأسئلة وثانيا تطلع الأسئلة بالشارع؟ الآن مشاهدينا نتابع رسالة واردة لنا في فقرة الصندوق الوارد. هذه الرسالة دعونا نقرأها لحضراتكم. كانت هناك مظاهرات في قضاء المسيب في أحد أحيائه، وهذا الحي من الأحياء التي تعاني من أنواع سموم، منها معمل الإسمنت، إسمنت السدة، ومعمل حرير للبتروكيماويات والكلور، سبب كثيرا من الأمراض. فوق كل ذلك بيوت هذا الحي من البيوت العمودية وبالقرب من طاقة كهربائية ويفتقر للكهرباء، فكثيرا داعينا بالكهرباء، وكتبنا أكثر من كتاب لعدة نواب ودائرة الكهرباء في بابل، ما حد استمع لنا وما حد شافنا والشقق بلا كهرباء. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. ننتقل الآن إلى فقرة تويتر. مشاهدينا الكرام، واسم حلقة هذا اليوم هو إلا رسول الله يا مودي. تصدر هذا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات مسيئة من قبل المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند. هذه الإساءة جاءت بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض كذلك إلى السيدة عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق في سلسلة من الإساءات الممنهجة. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات. أحمد يقول: منذ مدة والمسلمون في الهند يتعرضون لاضطهاد ممنهج واعتداءات متكررة برعاية حكومية ومباركة دينية هندوسية، تضرر بسببها آلاف المحجبات وكثير من الضعفاء، وتجاوز الأذى مداه بإساءة وقحة تجاه نبينا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتبها أحد المسؤولين الحكوميين في الهند. في تغريدة لدينا من جهاد يقول: الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يناله منافق، اجعلها شعارك. لئن فاتني شرف صحبته صلى الله عليه وسلم فلن يفوتني شرف نصرته. في تغريدة من جابر الحرمي يقول: المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند نافين كومار جندال يسيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمنا عائشة رضي الله عنها بأسلوب قذر وبذيء. سكوتنا دفع هذه الحثالة للإساءة لنبينا وديننا ومقدساتنا، إن لم ندافع عن نبينا وأمنا فلا خير فينا. دكتور محمد الصغير يقول: تصريحات المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، والتي سب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض
لزوجه عائشة في سلسلة ممنهجة من الإساءات ضد الإسلام والتضييق على المسلمين وأغراهم بهذا التطاول أن كل جرائمهم السابقة مرت دون نكير. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جزءا من التغريدات. كما قلنا، هناك تفاعل عربي كبير وإسلامي أكبر بشأن هذا الموضوع، ردا على هذه الانتهاكات المستمرة والطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستمر هذه المحاولات من دول كثيرة ليس فقط من الهند في محاولة لتشويه صورة الإسلام، لتشويه صورة الإسلام وصورة الرسول في نظر المسلمين أولا وفي نظر باقي الشعوب، وإظهارهم بأنهم مجموعة متخلفة إرهابية وغيرها. لكن واقع الحال والجميع يعلم، ولا يحتاج الإسلام إلى تزكية من أحد، الموضوع واضح. لكن هناك أعداء كثر، ويجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع، ويجب أن يكون هناك رد حقيقي لهذه التجاوزات المستمرة على نطاق ومستوى الدول وليس فقط على مستوى الشعوب. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.